دلوقتي انا عاوز ان انا اوسع او اكبر حجم الباك اب بتاع البرنامج، ان هو بدل ما يرمي 3 باك اب يرمي 9 باك اب، وبدل ما يبقى مثلا بيسيف كل 10 دقائق يسيف كل 5 دقائق. بعمل ايه؟ بفتح فايل بريفرنسز، هيعمل لي هيفتح لي ويندو. الويندو دي خطيره جدا ومليانه اوبشنز وداتا كبيره جدا، لكن خلينا ما نلعبش فيها دلوقتي، وقتها جاي. اهم حاجه بس ان احنا نفتح فايلز. لما افتح فايلز هلاقي هنا اهو اوتو باك اب، بيقول لي انيبل، لان احيانا ببقى شغال على مشروع تقيل جدا 20 و30 ميجا، ده ما اسموش مشروع، بس ممكن اكون شغال على مشروع 600 800 ميجا جيجا، فده بيبقى الفايل تقيل جدا والكمبيوتر بيتعب منه بيهيس جدا. فطول كل ما انا اجي اشتغل ابص الاقيه بيعمل لي اوتو باك اب، فبيحم بيهيس او بياكل الرامات فيهنج الدنيا، وممكن اضطر اقفل الكمبيوتر نفسه بسبب الحركه دي. فممكن اعمل له اشيل عن اكتف الايه الانيبل ده. طيب انا باعتبار ان انا عايزه لسه بشتغل حاجات خفيفه، هعمل له انيبل. بيقول لك النمبر اوف الاوتو باك فايلز، يعني عايزه يرمي على كام فايل. انا هقول له 9. ينفع اكتب 10 مثلا؟ تعال نشوف. والله ينفع في الاصدارات الجديده ينفع نكتب 10. ممتاز، بس نخلي بالنا ان انا برضو لو شغال على فايلات، مثلا لو عندي فايل 300 ميجا فالاوتو باك بتاعه هيرمي 300 ميجا، ف 10 فايلات هيبقى 3 جيجا، فلو انا عندي المساحه ضيقه في السي هيعمل لي مشكله. طيب بعد كده بيقول لي الباك اب، عايز حضرتك الباك اب كام بقى مينت، يعني كل كام مينت تلاقيه بيعمل لوحده اوتو سيفنج، الماكس وقف وبيعمل لي اوتو سيف. الديفولت بتاعه يا 5 يا 10، يعني ما تكترش عن 10 دقائق وما تقللش عن 5 دقائق، لانه هيقرفك ويوجع دماغك. انا بحب ان هو يبقى 5 دقائق، وخصوصا في المشاريع الخفيفه. في المشاريع الثقيله ساعات نبعده اكتر، يعني بنخليه 10 دقائق، لكن انا من نفسي بسيف سيف اس كتير، علشان المشروع تقيل احتماليه ان الفايل يضرب اكتر. طيب بدوس اوكي، كده انا ضمنت ان شاء الله ان هو هيبتدي يعمل لوحده من هنا. هبص الاقي اوتو سيفنج لوحده ان بروجريس، وايه والفايل يمسك معايا. طيب النهارده بقى هنتعلم مع بعض امر من اهم الاوامر على الاطلاق في الماكس. الامر ده اقدر اعمل بيه اشكال لا حصر لها، وممكن شكل واحد، يعني ممكن اعمل كتله زي دي كلها على بعضها كده اهو، من نفس البوكس او من نفس الامر لنفس الاوبجكت اللي هبقى رسمه. طيب خلينا الاول نتكلم على الامر، ان انا مثلا همسك الجروب ده وهعمل له اوبن، وهمسك اللاين اللي كنت عامله ده كنت رسمه ومديله تخانه دي، وهقول موف اختصارها دبليو زي ما قلنا في المحاضرات اللي فاتت، وهنشده كده اهو. بس انا لو عايز ارجعه تاني في نفس مكانه، الافضل ان انا اشده بمسافه معلومه، يعني مثلا اجيبه اللي تحت مثلا 30 متر عشان بعد كده اوديه تاني 30 متر. طيب اجيب ال 30 متر زي اهو، بيعمل اوتو سيف ان بروجريس اهو لوحده اهو، وبيقول لك لو دوست سكيب هيكنسل اوتو سيف لو هو بيهنج عندك او حاجه. طيب عايز اعمل الموف ده للواي ماينس 30، اعمل ايه؟ ما هو قايل لك ان انت في ماينس 5 وفي ارقام عجيبه، دوس على الابسوليوت هتلاقي ان هو قلبها لك 0 0 0. اجي عند الواي واقول له ماينس 30 متر مثلا. ممتاز. دلوقتي انا عايز اخفي كل الفايل ما عدا الشكل ده عشان اشتغل عليه. زي ما قلنا في الكاد بالظبط ان في امر اسمه ايزوليت وان ايزوليت، برضه في الماكس في هايد وان هايد وايزوليت وان ايزوليت. اجيبه منين؟ ادوس رايت كليك، هلاقي هنا اهو فوق. طبعا رايت كليك ده عيشه هنعيش فيها، بس ايه خلينا حته حته. هايد يعمل للسلكشن اللي انا ماسكه ده هايد، هايد ان سيلكتد يعني هاي هايد كل الفايل ما عدا الايه اللي انا ماسكه. وان هايد اول لما اكون عامل هايد وعايز اجيب بقى كل اللي في الهيدن اجيبه بان هايد اول. ان هايد باي نيم يعني هيفتح لك لسته فيها كل اللي معمول له هايد، وحضرتك تختار مثلا عايز تجيب كاميرا انت عامل لها هيدن، عايز تجيب لايت انت عامل له هيدن، فتقول له كاميرا 1 وتجيبه، او لايت 3 وتجيبه ايا كان. بعد كده في الان فريز والفريز، طبعا معروف يعني ايه الان فريز والفريز مش هنتكلم. وفي اي ايزوليت، تمام. لو دوست ايزوليت عمل ايه؟ خفى كل اللي في الفايل ما عدا الاوبجكت اللي انا ماسكه.
لو عايز اعمل اند ايزوليت تاني، هو الايكون اللي على الشمال دي هي الشورت كات بتاع الايزوليت او البوتوم ده، ممكن ادوس على البوتوم ده يعمل اند ايزوليت وكده يعمل ايزوليت اند ايزوليت ايزوليت، يبقى ده شورت كات لي. طب ايه ده؟ في حاجه اسمها ايه؟ سيلكشن لوك. في لوك؟ يعني ايه لوك؟ نتكلم عليه كمان شويه. طيب نبتدي بقى ايه، نركز في اللي احنا هنعمله. انا اقدر امسك الشكل ده اللي هو في موديفاير اللاين، رسمنا امبارح في المحاضره اللي فاتت لاين، واتفقنا ان اللاين بيكون ليه بعض الاوبشنز او بعض السيتنج، منها مثلا الريندرنج اللي بيبقى فيها انيبل ان ريندر، انيبل ان فيو بورت علشان يبان اصلا في الريندر ويبان في الفيو بورت نفسه، تمام. وممكن اديه راديال، اخليه لو بعمل هاند ريل لو بعمل ايا كان، ممكن اخليه ريكتانجولر بالمقاسات اللي انا عايزها، ممتاز تمام. اقدر اديله دلوقتي او عايز اسال سؤال، انا دلوقتي محتاج ان انا اخلي اللاين ده يتقطع بالطول كده، اقصد بكلمه يتقطع ان انا ازود سيجمنتس، ازود سيجمنتس، مثلا عايز اعمل تيبر، عايز اعمل بند، عايز اعمل تويست، الاوامر اللي احنا خدناها في المضيفات المحاضره اللي فاتت عايز اعملهم، لكن انا للاسف ده ما رسمتوش بوكس علشان اديله سيجمنتس، ده انا رسمته لاين خلاص وقفت على كده. لا طبعا يا فندم، خلينا بقى نعمل حاجه لطيفه جدا، ندوس رايت كليك وانزل تحت كونفرت تو، هلاقي كونفرت تو اديتبل اس بي لاين او اديتبل مش او اديت بولي. الاديت بولي ده من اخطر الاوامر اللي انا هشتغل عليها، اديت بولي، هدوس كونفرت تو، هيفتح لي ويندو كبير جدا وجميل جدا. لو كنت انتوا شديتوا الايه الفيو اساسا، الفيو الاصلي عندكم هيبقى عامل كده اهو، فهتقعد تنزل، وهو ده اللي كنت بقوله، هتقعد تنزل بالسكرول كتير جدا، فهيبقى مقرف وهيضيع وقت وهيعمل سكرولنج كتير، فاحنا بنحب ان احنا نعمله دبل، بيريحنا شويه في الايه او كده، بيريحنا شويه في الشغل. طيب اول حاجه هلاقيها سيلكشن، احنا دلوقتي هنخش عيشه تانية، ملكوت تاني خالص. اقدر افتح فتحات من غير ما اعمل بروبولين، اقدر اسد فتحات، اقدر اتخن وارفع واعمل تيبر وتويست وازود سيجمنتس واعمل كل حاجه من هذا الموديفاي الرهيب، تمام. بس الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش اعملها اني ارجع تاني في كلامي واخليه لاين، هو خلاص ما بقاش لاين، احنا بنسميه بقى كتله محروقه، بقى اديت مش او بقى اديت بولي خلاص. فما ينفعش اقول على فكره ده كان لاين اعمل لي، لا خلاص هو ما بقاش لاين انيمور، بقى اديت بولي. الاديت بولي ده يعني بوليجون، بولي دي اختصار لبوليجون يعني مضلع او مجسم، تمام، مجسم قابل للايديتنج، عشان كده هو اسمه اديت بولي. طيب السيلكشن يعني انت عايز تختار حاجه من المجسم ده عشان تشتغل عليها، عايز السيلكشن فيرتكس، واتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت، لو دوست اف 3 ان الفيرتكس دي، اف 3 هو اللي بيعمل شيد وان شيد، تمام، الفيرتكس دي يعني النقطه، النقطه دي اسمها فيرتكس، اهي النقطه دي اسمها فيرتكس. اذا استنى ثواني، يعني انا ممكن امسك فيرتكسايه من هنا وفيرتكسايه من هنا، وخلينا نروح للواجهه مثلا واقوم شاددهم مثلا كده عشان كنت عامل عايز السلاح مايل، في ثانيه اهي، ولا هنقعد بقى نعمل وادي اف 3، الله الله الله، ثانيه عملناها في ثانيه، بينفع بقى ناخد الاثنين الاربعه دول ونشدهم كده اهو، خلصنا، وادي سلاح لمدخل او لوجهه او لايكون او لبرواز على الحيطه ايا كان، في ثانيه بيتعمل، ممكن نعمل اندو. الفيرتكس بيمسك نقطة، نقطة ده أو مجموعة من النقط طبعا، يعني ممكن أمسك الشكل كله كمجموعة من النقط عادي يعني، تمام، ده الفيرتكس. وفي سيلكشن تاني اسمه ايدج، الايدج ده يعني الحد أو الإيه، لو تاخد بالك إن أنا لما بختار حاجة بتحمر، خلينا بس نغير لونه علشان هو كده كده أحمر، خلينا نخليه أخضر عشان يبان أهو. انا لو عايز الايدج ده اهو، وممكن من الايدج ده نرفعه كده، هوبا، يعني انا كان ممكن ان انا بدل ما اختار الايدج ده اختار فيرتكسايه قدام فيرتكسايه ورا، فيبقى اكني اخترت الايدج، تمام. لكن احيانا بحتاج ان انا اختار الخط ده نفسه لاسباب كتيره هنشوفها واحنا شغالين.
وممكن اعمل اندو وكنترول اس عشان ما تنساش. ثالث حاجه اسمها بوردر، والبوردر دي للكيرفات، يعني مش مهما امسك هنا اهو مش هيمسك حاجه، لان هي البوردر دي بتاعت الكيرفات حتى شكلها كيرف. رابع حاجه دي مهمه جدا جدا اسمها بوليجون. البوليجون ده اللي هو الفيس، ده فيس ده فيس ده فيس. واحد يقول لي انا كنت عايز اطول السلاح، وماله يا فندم؟ امسك الفيس ده وتعالى مثلا في الاكس قول له اتحرك لي 3 متر وخس. لا لا، ده انا كنت عايزه ماينس 10 متر اهو طول. او ممكن تشتغلها فري، وممكن يبقى الفيس ده بالكنترول تمسك 2 فيس، يعني تعلق كنترول وتدوس على ده وتدوس على ده وناخد الفيس سوري بالواي، ناخد الفيس ده ونتخنه. يبقى اول حاجه في السلكشن كان اسمها فيرتكس، تاني حاجه ايدج. انا بدوس عليهم دلوقتي عشان تاخد بالك ان الانترفيس بتاع الاوبشنز بيتغير من كل كليكه، يعني لو دوست على الكليكه دي هتلاقي السيتنج نفسها اتغيرت، لو دوست على الايدج هتلاقي السيتنج اتغيرت. كل حاجه وليها شغل، وكل اهو بيقول لك الايديت ايدجز، تمام؟ لو دوست على بلاش البوردر، لو دوست على الفيس هتلاقي ايديت فيس اهو، ايديت بوليجونز، تمام؟ لو دوست على اخر واحده اللي هي الاليمنت اللي هي الكتله كلها بقى. طب ايه لازمتها؟ لازمتها ان ممكن يكون على نفس اللاير ده اللي اسمه لاين، هنخليه سلاح مثلا، سلاح اهو، ممكن يكون على نفس اللاير بتاع السلاح ده اكتر من كتله، او ممكن اكون يعني دي كتله لوحدها وده كتله لوحدها، فممكن امسك دي لوحدها وامسك دي لوحدها. طب هو انا ينفع اعمل كوبي جوه الكتله؟ يعني ينفع السلاح ده اعمل له كوبي ويبقوا الاثنين لاير واحد اسمه سلاح؟ اه، بس شيفت وشد مثلا، عايزه كلون تو اوبجكت، يعني عايزه اوبجكت جديد باسم جديد، ولا عايزه كلون تو اليمنت، يعني هيفضل جوه اللاير بتاعك ده. لو قلت له كلون تو اليمنت هتلاقي ان انت ممكن تمسك ده، ادي اليمنت وادي اليمنت مختلف اهو، اليمنت اليمنت. لكن لو كنت قلت له كلون تو اوبجكت هيترمي في اوبجكت جديد اسمه سلاح 01. خلينا نشوف اهو، شيفت وشدته مثلا كده وقلت له كلون تو اوبجكت، انا بقى هقول له سلاح 02، اقول له اوكي. بس ما بقاش ممسوك، يعني انا عايز امسكه هو ما فيش، لا هو طلع بره، يعني انا لسه هقدر امسك ده لان انا فاتح الايه الايديت مش او الايديت بولي، الاثنين نفس الامر في الحاجات دي، الاثنين زي بعض بالظبط. وهنا يجي السؤال، حضرتك بتيجي تبقى عايز ترسم بوكس، بص تلاقي الموضوع مسك معاه، وادي مسكت البوكس اهو وعملت كده رسمت البوكس وبتاع، وبعد كده تيجي تمسك ده، عايز بقى اخلي البوكس معاهم. طب الاول خلاص ماشي، عايز اخلي البوكس ده معاهم نفس اللاير بتاعهم، ينفع؟ اه ينفع. اعمل ايه؟ بسيطه، افتح اللاير ده وابتدي ادور على اي حاجه، او حتى انا مش فاتح اي دلوقتي سيلكشن، هتبص تلاقي بقى، تعالى نتكلم، هتلاقي في حاجه اسمها كرييت. انا ممكن ارسم رسمه جديده جوه من امر كرييت، لكن ممكن اعمل اتاتش. اتاتش يعني لزق، تمام، او تحصيل يعني. دوست عليه اهو، هياخد نفس الماتيريال بتاعت الـ يعني انا ممكن اكون باني نقول ايه فلاور بوكس او بردورات او ايا كان، ولما بعمل اتاتش لللاير الجديد ده بياخد نفس الماتيريال وبيبقى على نفس اللاير. بعد كده اطلع من الاتاتش بدوس اسكيب او كليك يمين. انا غلطت، انا عملت له اتاتش غلط، عايز ارميه بره تاني، اطلعه بره الموضوع ده. والله لو حضرتك مش عايزه خالص هتدوس اليمنت وتختاره وتدوس ديليت. طب انا عايزه بس ما يبقاش في اللاير ده، عايز اديله ماتيريال ثانيه، عايز اديله ماتيريال ازاز، عايز اديله ماتيريال ميتال، تمام؟ اعمل ايه؟ هختاره برده بنفس الطريقه، هدوس اليمنت اختاره، وبدل ما هدوس اتاتش هدوس جنبها ديتاتش.
انا فاكر ان احنا هيقول لك عايز اسمها ايه، لو قلت له تمام ماشي خلاص بقى حاجه تانية خالص اهو، ما اقدرش امسكه اهو، ما اقدرش امسكه. وهنا يجي السؤال، التاتش ودي تاتش، انا فاكر ان انا سمعت الاثنين دول في المحاضره اللي فاتت، كانت في ايه لو نفتكر؟ كانت في جروب، لما كنا بنعمل اتاتش وديتاتش للجروب. تمام ممتاز، احنا كل ده لسه ما عملتش حاجه، احنا كل ده بن ايه بنكسر الكلام مع بعض بس. انا دلوقتي بعمل كوبي مش من بره، من بره بدوس شيفت وبشد، خدت بالك؟ هيقول لك كلون كوبي ولا ريفرنس ولا انستنس، الكلام ده قلناه المحاضره اللي فاتت. لكن انا دلوقتي عايز اعمل كوبي جوه اللاير، فهفتح اللاير، هو ايديت بولي اهو، بقول له اختار لي الاليمنت اللي انا عايز اعمل له كوبي. اخترت الاليمنت ده، بروح دايس شيفت واقوم قايل له اختاره، انا عايز ده، انا معلق الشيفت خلي بالك، اقوم شده للحته اللي عايزها، فبيقول لي عايزه اوبجكت، يعني عايزه لاير جديد او مجسم جديد بره خالص، اوبجكت جديد، ولا عايزه جوه الاليمنت بتاعك؟ ما انا مختار من اليمنت، يبقى عايزه جوه الاليمنت بتاعك، اقول له عايزه جوه الاليمنت بتاعي. هنبص نلاقي ان ده ومع ده مع ده، دول حاجه نفس اللاير بتاعي، اهو مختاره من جوه. تمام. طب انا مش عايز ده ومش عايز ده، احنا لسه بنتكلم كده وبنكسر الكلام. هندوس ايدج، هبص الاقي الانترفيس اختلف. هل ينفع ان انا ازود سيجمنتس او افتح فتحات في كتله زي دي من غير بقى بروبولين والكلام ده كله؟ طبعا ينفع من الايدج. تعالى بقى نبص على حاجه جديده. اولا في حاجه اسمها ريموف. يعني ايه ريموف؟ انا ممكن اختار الايدجايه دي واروح قايل لها ريموف. تفرق معايا في ايه؟ تفرق كتير. وهي كانت موجوده، الجايه دي اسمى، لو انا جيت للبوليجون اللي هو الفيسز، اسمى الفيس ده الاثنين. الله، لا 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 لا، تفرق معاك، تفرق معاك جدا ان انت تخليها في فيس واحد ولا على فيسين، تفرق السما من العمى. فانا لو جيت قلت له يا باشا هات لي الايدج واختار لي الايدجايه دي وقول لي ريموف، بعد كده هات لي البوليجون، اتفرج يا باشا، حاجه واحده، ودي تفرق معاك جدا فوق ما تتصور. طب والناحيه الثانيه بس عشان ننقح وننظف الشغل اهو يا فندم. طب دول ليهم اختصارات بدل ما اقعد اروح بالماوس؟ الماوس فين؟ الماوس تحت اهو. واحد يبقى فيرتكس، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، من فوق الحروف مش اللي على اليمين، يعني الارقام دي مش الايه الاكستندد اللي في الكيبورد اللي هي اللي على اليمين، لا الارقام دي اللي جوه الكيبورد فوق اللي تحت الافات. اختار الاليمنت، ادوس اثنين، اختاره. طبعا ما فيش حاجه اسمها ديليت، بص لو عملت ديليت دمر الدنيا، ما فيش حاجه اسمها ديليت. تمام، انا بعمل ريموف من الايديت. مع احترام كده. طب انا عايز اخلق سيجمنتس هنا. خلي بالك انا هقف على الايدج واقوم مختار الايدج ده، طبعا الزد يعني زوم اكستند، فانا لما اخترت الايدج ده ودوست زد بيعمل لي زوم اكستند على الايدج نفسه. تمام، وكنترول اعمل ادوس على الثاني، وكمان ممكن بالكنترول ادوس على الثالث هنا اهو، وممكن كمان اختار اللي من تحت لسبب ما في نفس يعقوب، اختار الايدج ده. واحد بيقول انا مش شايف، دوس اف 3 هتلاقي نفسك شايف الايدجات اهو اللي انت بتختارها، الاحمر اهو هي بتتلون لوحدها. هتعمل ايه بقى يا باشا؟ انا بقى للشويه الحلوين دول اللي تحت ريموف، حاجه اسمها اكسترود، حاجه اسمها ويلد، شامفر، تارجت ويلد، بريدج، كونكت. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هناخدهم بالعكس. كونكت، لو دوست كونكت هيديني كونكتايه. الكونكت دي عباره عن ايه؟ عن ايدج متوصل ما بين الايدجات اللي انا مسكتها. لو كنت مختار ايدجات بالعرض، الايدجات اللي هي اللي بالعرض اللي هي دي، هو هيديك ما بينهم، يعني هو بياخد ايدج بيربنديكولار على كل الايدجات اللي حضرتك مختارها. لو كنت مختار الايدجات اللي بالطول هياخد ايدج بالعرض، يعني هو بياخد دايما بيربنديكولار على حضرتك ماسكه. يعني لو دوست اندو واخترت الايدج ده مع الايدج ده اهو،
لو بالعرض دوست كونكت زعني واحد في النص. تمام. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ هقول له كونكت، بس انا مش عايز واحد، مش عايز سيجمنتس واحده او اجات واحده تجي لي، انا عايز 10 اجات. يبقى بدل ما ادوس على كونكت ادوس على الشباك اللي جنبه اللي هو السيتنج بتاعه، هتلاقي الديفولت بتاعه هنا هو بيقول لك عايز كام كونكتايه. هقول له مثلا 5. بعد كده بيقول لك هنا عايز المسافه ما بين الاجات كام؟ انا هقول له مثلا 10. وثالث واحده بيقول لك عايز الكونكتات نفسها تتحرك يمين او شمال اهو، ولا تفضل زي ما هي في الزيرو يعني في النص. وهقول له اوكي. بص بقى اللي حصل، هشيل بقى امر الكونكت. حضرتك عملت وادي الاف 3 بتاعتك، حضرتك عملت سيتنجز تقدر تعمل لاتس بقى زي ما حضرتك عايز. ده كلام كبير يعني، انا مش لازم اعمل بوكس وادي له سيجمنتس علشان اعمل لاتس، ده انا ممكن اجيب اي جيومتري او اي كتله عندي واروح مديها كونكتات تقوم تعمل السيجمنتس اللي من خلالها اعمل اللاتس. طب ده حاجه جميله جدا، بس كده؟ لا، ده في حاجات اكبر من كده وخطيره جدا. تعالى نجرب اللاتس اهو، وادي اللاتس بوينت 1 مثلا، بوينت 1 مثلا اهو، لقط الدنيا وزي الفل. تمام. طب انا مش عايز اللاتس ده، مش هقعد اعمل اندو، شيله بالديليت خلاص. طيب هل انا ممكن اروح اجيب ايدج تاني واختار بقى الايدجات اللي بالعرض دي واروح اقول له كونكت؟ اداك برضو نفس الخمسة علشان هو دي الديفولت اللي اتسجل عنده. تمام. انا مش عايز 5، انا عايز 10. اختار 10، عملها 10. طيب فوق وتحت ويمين وشمال، لان حضرتك مختار الاربع او كل الايدجات اللي بالعرض فعملها لك كده. ينفع افتح بقى فتحات؟ هل انا ينفع افتح فتحات؟ ازاي؟ هختار مربع من فوق ومربع من تحت واوصل ما بينهم، هتلاقي فتح الدنيا. يعني ايه؟ انا عشان اختار مربع اختار ايدج، انا عايز المربع الاخضر كله كمساحه، لا هنختار بوليجون واروح للمربع ده ومثلا المربع اللي تحتيه، ادوس كنترول وادوس ده، يبقى انا مختار مربع فوق ومربع تحت فوق بعضهم. وتفضل حضرتك دوس لي بريدج، خلاص فتح في ثانية، في ثانية واحدة. استنى كده ثواني، يعني الشكل بتاعي ده كنت اقدر اعمل الشانل بتاعي او السي اكستنشن واقوم عامل هنا اهو شويه كونكتات وهوب بريدج من هنا لهنا بريدج بريدج؟ في ثانيه. لا ثواني كده، يعني انا عشان افتح للشباك ده والشباك ده هعمل بوكس وادي شويه كونكتات كده وكونكتات كده واختار اربع مثلا مديولات من هنا او اربع بوليجونات من هنا واللي وراهم وبريدج، وبدل ما اختار هنا اربعه اختار 6 عشان يبقى اطول منها واعمل بريدج. خلصنا؟ طب ودي هعمل بوكس ممكن اديله سيجمنتس على نفسه، وممكن اعمل كونكتات لو انا نسيت اخد سيجمنتس، واختار مربع من هنا ومربع من ورا وبريدج. تمام. طب استناني كده، احنا لسه عندنا كلام كتير عايزين يتقال. وانا اقدر العب واحرك في الاجات دي. على التوب مثلا وهات الايدج، او حتى هات الافضل والاحسن ان انت تجيب الفيرتكس، وهنجيب اف 3 نشيلها. ممكن امسك دي واقوم محركها كده،
مثلا، ممكن امسك دي واقوم محركها كده. استنى كده، الادجات اللي فوق عن الادجات اللي تحت مايله، علشان الادج اللي فوق كان اكبر من الادج اللي تحت، فلما ده اتقسم على 10 وده اتقسم على 10، المسافات اللي تحت ما بقتش قد اللي فوق، فجاء المايل. ينفع اعدله؟ اه طبعا ينفع تعدله، ان حضرتك تمسك كل الفيرتكس دي من الواجهه كده اهو، وتحركها بالاكس كده لحد ما عينك تشوف ان هي بقت عموديه تماما، واحده واحده بقى. تمام، واخد دي واحركها كده حتى لو بايدك بلدي، واخد دي واحركها كده تمام لحد ما تلاقي الخط بقى مستقيم تماما وما فيهوش اي شرشره، واخد دول مثلا او محركهم وهكذا. تلاقي واحده اتظبطت والتانيه لا، اظبط التانيه برضو. من ايدك على الزد عشان بتعمل زوم اكستند كتير جدا يعني. طيب وهكذا ان كان. وهو انا ينفع شوف انت عامل ايه بقى، انا عامل كده، ينفع اخد اكتر من بوليجون، اعمل بريدجات مره واحده؟ هناخد البوليجون ده وده وده مثلا، وده وده ده وده، واخد اللي زيهم من تحت مش فاكر، فممكن ادوس اف 3 ثانيه واحد يبقى ده، اتاكد دوس ستوب وشوف هو انت مختارهم صح. بعد كده نلف الاورب الثاني اهو، واجيب ممكن اعملها كده كده احسن حاجه، وادوس انا كل ده بعلق الكنترول بس مش اكتر، اعلق الكنترول ودوس كده ودوس كده اهو، اخترت كل اللي انت عايزه. ينفع ادوس بريدج؟ دوس بريدج. ايه اللي حصل؟ اف 3 كله فتح لحظه واحده في ثانيه واحده. تمام ممتاز، يبقى كل ده عملته من امر اسمه كونكت من الايدجز، وامر اسمه بريدج من البوليجون او الفيس يعني. يبقى انا محتاج ان انا اعرف الاوامر اللي في الايدج لوحدها، الاوامر اللي في البوليجون لوحدها، وهكذا عشان اعرف اتنقل ما بينهم. طيب لو انا هنكمل بقى في الايدج لان هو امره اكتر واقوى، اخترت مثلا الشويه دول. بالمناسبه انا لو دوست بوليجونايه وعلقت الشيفت، بص بيعمل ايه، هيختار كل البوليجونز كده، ولو علقتها في الناحيه الثانيه بص هيعمل ايه، بص خدها كلها ولف ورجع وخدها كلها كده اهو. تمام، لكن لو دوست شيفت كده، بص شفت كده، عمال بمسك بقى ايه، بمسك قمه، لا 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 اهو، بص انا مسكت ايه، مسكت كل، بدل ما اقعد اختارهم واحده واحده، انا كمان ممكن ادوس شيفت كده اهو، وكمان ممكن ادوس شيفت، بلاش ده خلاص كده. ممكن ادي طبعا دول لاير مختلف، اسف ماتيريال مختلفه، ينفع طبعا زي الفل تمام على نفس اللاير. لا انا هعمل حاجه، انا همسك ده كده او ده كده، مسكت شويه دول، هل ينفع دول اخليهم بارزين عن الجسم كله؟ يعني ايه؟ يعني بلغتنا كمعماريين ينفع اعمل لهم اكسترود؟ اه ازاي؟ اروح اجيب موديفاير اكسترود؟ لا، هو نفسه تعالى نقرا، هو قال لك ان في اكسترود، اوت لاين، بيفل، انست، بريدج، فليب. احنا قلنا البريدج نشوف الانست والبيفل والاكسترود والباقي بعدين. الاكسترود بيعمل اكسترود، الديفولت بتاعه 10 متر، طبعا انا دوست اكسترود هنا، الافضل ان انا ادوس الاوبشن او السيتنج بتاع الاكسترود، الديفولت بتاعه 10 متر، خليه مثلا نص متر، ودوس انتر خلاص ممتاز اهو بقى كل واحده لوحدها. كنترول اس عشان ما تنساش. ايه بقى حكايه البيفل والانسد دي؟ الانسد دي يعني بيعمل اوفست بنفس شكل البوليجونايه الواحده لجوه، اوفست لجوه. تعال ندوس انسد هنا، هتلاقي طبعا الديفولت بتاعه متر، خليها نص متر مثلا، ندوس اوكي، خد اوفست ب
بالسيجمنتس او باسف بادج جديد تماما، خد اوفست لنفسه لجوه واختار لك اهو يعني، وبقى هنا في سيجمنتس او بقى في فيسز او بوليجونز جديده خالص. اقدر من خلالها ان انا اديها اكسترود تاني. اه طبعا اقدر اهو اكسترود. طب ممكن اخلي الاكسترود دي بالماينس 20 سم. لا 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 الشكل ده احنا حافظينه. استنى كده، مش ده لو انا بعمل فلاور بوكس او بعمل لاندسكيب ممكن اعملها؟ اه طبعا. طب انا اقدر ادي الجسم اللي بره ماتيريال واللي جوه ماتيريال؟ اه طبعا، وده ينفعك جدا في الشبابيك. يعني انا لو عايز افتح هنا شباك اهو، اختار ده وده، وعايز افتح الاثنين دول شباكين، اقوم عامل انست سنتيمتر اهو اوكي. عايز اعمل لها لجوه، او ممكن الاول اديها اكسترود لبره عشان تدي بس ايه بروز. والله عملوا لجوه خلاص ماشي مش وحش. ثم انست بدل نص متر نخليها 10 سنتي او خليها 15 سنتي. بعد كده اروح مدي له اكسترود تاني. تبص تلاقي ان ايه ابتدى يخش يديك كسره مبنى ثم ميتال ثم الازاز. فانت بتقعد بقى وانت شغال تدي ماتريالات بتبقى زي الفل. تمام. بعد كده ممكن اعمل انست تاني. انا اسف دوست غلط، ده ليفل. انست تاني وبعد كده اكسترود تاني. هتلاقي نفسك ايه بتعمل بتزود درجات السلم. طب انا لو كنت عامل الكلام ده من هنا ومن ورا مش كان ممكن اعمل بريدجات ما بينهم، ويبقى دي شويه تسنينه كده ديكوريشن، وبعد كده عامل بريدج بقى يعني حافر حفر، وتبقى دي مثلا قناطر او ما شابه. اه طبعا تمام ممتاز. طيب يبقى احنا قلنا اكسترود وقلنا انست وقلنا بريدج جوه البوليجون. البيفل بقى ايه؟ بيفل بقى دي يعني ايه الكلمه دي؟ البيفل دي حاجة خطيرة جدا بنشتغل بيها، وهتكتشف ان انت خدتها امبارح بس بموديفاير. لو انا اخترت ده مثلا وقمت قايل له بيفل، الديفولت بتاعه 10 متر لقدام وماينس 1 بيفل. انا هقول له 10 متر دي متر، وماينس 1 دي هخليها واحد. اللي حصل انا مش فاهم اللي حصل. تعال نلف ونشوف. اه ده عمل تيبر، عمل اكسترود الاول وبعد كده عمل تيبر للشكل. انتر. طب افرض انا خلصت ولقيت ان الشكل ده طلع كبير جدا، هل هقعد اعمل اندو؟ طب افرض انا كنت رحت وعملت شغل تاني ورجعت، هل همسح الحته دي واقعد ابنيها من الاول؟ لا طبعا. طب انا عايز اصغر او اكبر او اطول او اقصر؟ بسيطه، لو دوست موف تقدر تشدها، لو دوست روتيت تقدر تلفها تعمل اشكال السنين. لو دوست سكيل تقدر تسكلها، وبعد كده ممكن تسكلها في الزد بس، وبعد كده ممكن تسكلها في الواي بس، وبعد كده ممكن تسكلها في الزد في الاكس بس. طبعا مفيش اكس علشان هي مسطح، تبقى زد وواي بس. وبعد كده ممكن تسكلها فري يعني كله مع بعض. فالموضوع بسيط وزي الفل. كنترول اس عشان ما تنساش. كله بقى كده انا اقدر اشتغل بالموف والروتيت ستريتش في اي حاجه عندي بقى في الحياه، مش لازم اكون مختار بوليجونايه ولا مختار ايدج علشان اعمل كده. انا اقدر اختار اي حاجه في الدنيا واشتغل عليها بالاوامر دي. طب تعال نبص على الشغل بتاعنا تاني، تكتشف ان 90% من الشغل بتاعك هيخلص من الايديت بولي، ولا بقى بوكس، ولا انت هتعمل بوكس وتعمل له كونفرت الايديت بولي وانت بتبتدي تشتغل عليه. الموضوع بسيط زي الفل.
اهو ده بوكس، او ممكن تعمل بوكس يمين بوكس شمال، تشكيل اللي فوق ده برضه بوكس، وبعد كده الازاز بالميتال بتاعه خلاص احنا حافظينه. طيب فتبص تلاقي ان المشروع بتاعك بقى اسهل وانت شغال بال ايديت بولي. طبعا الايديت بولي في سيتنجز اكتر من كده بكتير، فهنكمل بقى الايديت بولي مع بعض في بعض السيتنجز الادفانسد شويه او المهمه اللي احنا محتاجين نعرفها، وتريكات صغيره جدا جوه برضو السيتنجز اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي، ان شاء الله هنكملها مع بعض في المحاضره الجايه علشان نلحق نطبق باللي احنا خدناه المعلومتين ثلاثه البسطاء دول، نلحق نطبقهم على المشروع او على البراكتسنج بتاعنا. ان شاء الله نتقابل في المحاضره الجايه. شكرا والسلام عليكم.